واليوم 30 سنة والتلفزيون العمومي يهرب منا كأننا خونة. هذا شيء هو كيف يتهربوا منا؟ لأن نديروا التحليل الفني، ما نتكلموا لا على السياسة ولا على الرئيس ولا التحليل الفني. واليوم كل شيء راه موجه. وصلنا اليوم عند الإعلام تتكلم على المدرب الوطني أنت خائن. ويعني وين رانا الحين؟ 10 سنوات في المنتخب. نقول لك شيء، المنتخب هذا مش تاع الوزير ولا تاع الرئيس، تاع كل البلد. وانا مختص في كرة القدم ندير تحليل فني. واليوم التحليل الفني جريمة. جريمة. وكل واحد راه يبين فيه، كل واحد راه يتاجر بالمنتخب الوطني. بما فيهم الإعلاميين. اليوم الإعلامي المنشط يدور نفسه مع أصحابه. وتعرف الفكرة هذه، أروح تفهم، أروح تاكل. يعني واحد ما راه يفكر على صورة البلد. تعرف اليوم لعب المنتخب الجزائري مع نيجيريا، نيجيريا هو ضيف، يعني كيف نشوفوا احنا يعني صورة البلد؟ نيجيريا ضيف، واحنا محتاجين بارتنير. يعني تتصور انت دي من الصورة تاع نيجيريا يسافروا عليه، نيجيريا يسجلوا هدف يضربهم بالغرق. الجزائر احنا اللي نحبوها مش الناس هذه، احنا اللي نشوفوا صورة البلد. يعني نقول يعني لازم نعيدوا النظر. واليوم مثلا سامحني، اليوم انا جيت يعني مش باهي باش نقول للوزير الرياضه لينا احنا. بارك الله فيك، سمحوا لي.